معكم طالبة سكينة بوشطاب، أقطن بدورة المغرب تحديداً من الرباط وأصول أمازيغية تحديداً من منطقة إيمين تانوت. درست الابتدائي في مدرسة سورية سقاط، بعد ذلك يعني الثانوي، وبعد ذلك التحقت بالجامعة. وأنا الآن أدرس ماجستير الأدب العربي والمثقفة بجامعة محمد الخامس بالرباط. بالنسبة لتجربتي في أقرأ، هي تجربة فارقة في حياتي، بحيث سكينة قبل أقرأ ليست هي سكينة بعد أقرأ. مركز إثراء ككل منحنا الكثير من خلال ورشاته ومن خلال الأشياء التي منحنا إياها. التقينا بكتاب لم نكن نراهم إلا من وراء الشاشة، استفدنا منهم كثيرا. أعطانا أستاذ محسن والروائي الكبير محسن رملي ورشات في كتابة القصة. يعني إثراء أو برنامج أقرأ تحديدا حاول ترميم معارفنا وملء الثغرات التي قد تشوب بنا. تبدأ رحلتي في أقرأ، يعني في برنامج أقرأ، لما كنت ذات يوم أتجول في الصفحات عبر الانستغرام فوجدت إعلان للمسابقة. عندها قلت سكينة، يعني محدثة نفسي، هذا ما كنت تطلعين له، يعني أن تجدي مشاركة أو مسابقة كهذه لكي بأقرأ. من خلال ذات يوم وأنا يعني أتجول في صفحات الانستغرام وجدت إعلان للمسابقة فشاركت بها يعني بدون تردد. عندها ترشحت بنص هو يعني يخص مراجعة لكتاب السارد وتوأم الروح من التمثيل إلى الاصطناع للكاتب محمد الداهي. ترشحت للمسابقة وكنت يعني بين ترددين بين النجاح أو عدم النجاح، لكن ولله الحمد يعني تفوقت والتحقت بمركز إطراء هنا بالمملكة العربية السعودية، حيث دخلنا هذا المركز ورحب بنا يعني بصدر الرحب، حيث الثقافة والمثقفة يعني استفدنا كثيرا في هذا في برنامج إطراء من خلال الورشات التي كانت فيه. مسابقتي في إطراء يعني هي تجربة استثنائية، تجربة متميزة يعني بدون منازع، بدون مقاييس، تجربة علمتنا الكثير ومنحتنا الكثير. تعلمنا من خلالها كيف نقوي يعني قدراتنا على التواصل، قدراتنا أيضا على يعني التواصل مع الآخر الذي لا نعرفه من ثقافة أخرى. يمكن أن أقول أن دخولنا المملكة السعودية إذا كانت يعني محجا دينيا لكل الناس، فهي تغدو بمركز إثراء محجا ثقافيا لكل أبناء الدول العربية، يعني لكل أبناء الدول العربية ولما لا يعني العالم ككل. المسابقة في الأول كانت تتعلق على ما أظن إذا لم أخطئ 50,000 مشارك، فتم الانتقاء ثم انتقاء ثم انتقاء من خلال مجموعة من المباريات، كان بعضها عن بعد وبعضها يعني هكذا عن قرب. ولله الحمد الآن تبقينا 10 مشاركين، والآن في مرحلة يعني الإقصائية النهائية. أتمنى من الله أن أكون يعني فائزة من الفائزين بهذا اللقب، وأن أشرف بلدي الحبيب المغرب، وأن أكون في المستوى وعلى حسن ظنه إن شاء الله تعالى. إذا ما كان يعني عكس الأمر، هذا يعني وصولي لهذه المرحلة ويعني وتتويجي بهذه المرحلة العشر الأواخر يعني من كل المشاركين، هذا يكفي وهذا في حد ذاته الفوز.